شكرا ماجدة. احنا دلوقتي هنفتح المجال للأسئلة، ولكن قبل ما نفتح المجال للأسئلة أحب أنوه إلى أنه احنا تواصلنا زي ما ماجدة قالت مع جهات رسمية ومع أحزاب وحركات سياسية ومع مرشحين محتملين للرئاسة، وجالنا بالفعل رد النهاردة من حملة دكتور سليم العوة، وأحب أدعو أستاذ أحمد أنه يجي يلقيها. يسرني أن أعبر عن عظيم تقديري للمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، لجميع الإخوة والأخوات الكرام الذين ساهموا في صنعها وراجعوا إصدارها الأول والثاني. إن هذه المبادرة تقدم خطة عمل واضحة ومفصلة تصلح أجزاء كثيرة منها للتنفيذ الفوري الذي يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد والعناية بضباط الشرطة وأفرادها الذين عانوا من إهمالا طويلا على مدى العقود الماضية. وتتميز هذه المبادرة بجمعها بين مبدئي التغيير للإصلاح والمسؤولية الأخلاقية، والتغيير هو السبيل الوحيد لبناء جهاز أمني متخصص يعمل تحت سلطان القانون وتحت رقابة القضاء لتحقيق الصالح العام للوطن لا للنظام الحاكم أيا كان وصفه أو حال القائمين عليه. والمسؤولية الأخلاقية وإن كانت تنبع من الأصل من داخل كل فرد، فإن الوعي الجماعي بها ضرورة تجعل رجال الشرطة يصوبوا بعضهم أداء بعض لا وفق رؤية فردية، وإنما على أساس معايير أخلاقية ومهنية يرسيها التنظيم النقابي المسؤول عن المطالبة بحقوق رجال الشرطة وعن المحاسبة على عدم أداء الواجبات. إنني أرى في هذه المبادرة خطة عمل جديرة بالتنفيذ إذا تبناها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وفرت علينا مددا طويلة من الانفلات الأمني وما يؤدي إليه من تخريب في كل مرافق البلاد. وإذا لم يتم ذلك فإنني أدعو مجلس الشعب القادم والحكومة التي يشكلها إلى أن يكون تنفيذ هذه الخطة في من أول الأعمال التي تتم تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة. حفظ الله الوطن من أعدائه والكائدين له، ووفق أبناؤه المخلصين إلى العمل لتحقيق الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدكتور محمد سليم العوة، احنا عرضنا المبادرة ايضا على حملة عمرو موسى ودكتور محمد البرادعي ودكتور ابو الفتوح، وهيكون لنا لقاءات معاهم في خلال الاسبوع. زي ما ماجدة نوهت برضو احنا تلقينا مكالمة من وزارة الداخلية ومنتظرين ردهم الشافي الوافي في خلال الايام القادمة. اول سؤال جالنا من السادة الحضور: هل تعتقد أن هذه التعديلات والتغييرات سوف تتم من خلال وزير الداخلية الحالي أو أي وزير داخلية يتم تعيينه من خلال الحكومة الحالية، أم أنها مطلب شعبي يجب أن يوجه مباشرة إلى المجلس العسكري؟ أظن إحنا ردينا على السؤال ده. إحنا توجهنا بنسخة من المبادرة للمجلس العسكري ولرئاسة مجلس الوزراء الحالي، وقلنا إنه الإجراءات العاجلة ممكن تقوم الحكومة الحالية بتنفيذها، أما الإجراءات الآجلة فهتكون مسؤولية الحكومة القادمة، بالرغم أن احنا ما نعرفش الحكومة الحالية هتستمر لحد إمتى، وإلا أنه ده وإحنا طالبين الدعم الشعبي لمبادرتنا، ولذلك طرحناها على قوى السياسية المختلفة والمرشحين المحتملين للرئاسة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمهور من خلال الموقع بتاعنا على الإنترنت.